رحمة وكثافة ما ينتجه الموسيقيون والفنانون العرب، هناك من استطاع أن يحجز له مكانا خاصا في الوسط الفني بعذوبة صوته وإبداعه بالعزف. لمع اسمه في الوطن العربي من خلال إصداره أول ألبوماته في عام 2006، وفي رصيده أيضا عدة ألبومات وأغاني منفردة، وما زال لديه الكثير لتقديمه على حد قوله. ضيفنا اليوم من داخل الاستوديو الفنان هاني متواسي، برافقنا في هذا الصباح. الله يصبحك بألف خير. صباح الورد، شو المقدمة هاي؟ يعني شو السلاسة يعني هيك خلص زي سلاسل الأغاني بالضبط، كل واحد بيلعب على الوتر تاعه. شكرا كثير، شكرا. صحيناك بكير زي ما قلنا لك؟ لا ابدا متعود. لا اوكي، انا يعني هو مش متعود كثير اصحى يعني هيك بكير، بس لا مقابلات زي هيك طبعا لازم. عسيرة المقابلات يعني دائما بس نشوف مقابلاتك بتلفزيونات وهيك، في روقان وابتسامه وهيك، وحتى بالاغاني يعني رايق والصوت دائما هيك، يعني بنحس انه فيش طلوع ونزول. هذا بيعكس شيء في حياتك هالقد الحياه هيك؟ انا رايق يعني انا هيك هادي وباخذ الامور ببساطه. طيب بالضبط، يعني انا دائما كل اي شيء اي موضوع اي هذا حتى مشاكل باخذها دائما بحاول اخذها بابسط ما يكون. السر بالبيت يعني بحس هذا سر سر السعاده بحس، او سر لانه ما في شيء بيستاهل بالاخر. لو فعلتي او لو شفتيني اكتف او لو شفتيني هذا بالاخر ما نفس النتيجه راح تصير. بالعكس الهدوء وهذا بيعطيك مجال تفكري تعرف شو بدك اسهل، يعني هيك بسهل لك الحياه. طيب هاني انت في زياره لفلسطين، تحكي لنا ايش في مخططات يعني بهاي الزياره؟ والله انجزت في هاي الجيه. كثير بحب اجي على فلسطين، في نشاطات في فعاليات في حياه بصراحه. انا يعني بتتفاجئ انه في نشاطات هون كذا، يعني اكثر بكثير من بلاد في الوطن العربي. انه عن جد بلاد معروفة بالموسيقى. قولي هلا احنا من سنتين الثورات وهيك يعني فيش هدي مجال، هدي الوضع كتير. بس هاي الجاية كانت بالنسبة لي مهمة، كنت في جائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز. غنينا أغنية خاصة للجائزة. كنت أنا والفنانة دلال أبو أمنة، فنانة كتير لذيذة، صوتها حلو كتير، تعامل كان حلو، أغنية حلوة اسمها نور الأمل. سمعنا رح يكون في إشي للمستقبل رح تتصور إن شاء الله أنها ممكن تتصور. هلا يعني هذا يعني بس انسمعت أغنية وانعملت يعني شافوها أنها بتستاهل يعني أن تتصور. أغنية حلوة بصراحة، أنا حبيت هذا العمل، حبيت التيم، حبيت الشغل معهم، بروفيشنال كل شيء تمام. واليوم مفروض عندي مهرجان ربيع في أريحة بالحديقة الإسبانية، يعني كلنا على أريحة اليوم. يلا كلنا مع بعض بعد المنزل. أي ساعة رح يكون؟ رح يكون إن شاء الله على 9:30 هيك إشي. هلأ حكيت أنك حبيت الأغنية نور الأمل، وعادة هيك بتختار أغانيك، يعني كيف بتم اختيار الأغاني بتغني؟ لا هلأ أنا بصراحة هاي الأغنية بالذات لم يتم أنه يعني مش أنا اللي تم اخترتها، ولكن انا وافقت عليها. يعني انا ما اخترتها انه انا والله جيت بدي هذا الكلام وهذا اللحن. انعرض علي قالوا لي انه هذه هي الاغنيه، شو رايك وهيك، وحسيتها انه مستواها بالمستوى المطلوب. يعني طب اغانيك والبوماتك عاده كيف تختار الاغاني؟ خلف الكواليس يعني. خلف الكواليس هلا بصراحه انا كثير بقعد مع ملحنين مع شعراء، اغلبهم في ناس كثير عندهم اشياء مميزه جدا وعندهم اشياء حلوه وقويه، بس انا مش دائما بشوف حالي في كل شيء بنقدم لي بالاخر. يعني عادي ممكن الاقي اغنيه قويه وجهاده بس مش الي، يعني ممكن تكون لفنان ثاني يعني تخدم لونه وتخدم. بس انا اللي بشوفها، انا دائما عاده بنقي الاغنيه كيف اول ما اسمعها بقدر اعرف اذا هاي راح اخذها ولا لا من اول مره. يعني هاي الشغله. انا عاده ما بحكي ولحن هيك، ممكن اذا ما عجبتني هذا ممكن اقول له بنشوف كذا، حسب التفاعل بيني وبينه او حسب طبيعه العلاقه يعني. طب خلينا نتفاعل احنا مع بعض وغني لنا شيء في البدايه. غني لنا شيء لك. الي انا راح اغني لك اخر واحمد أغني. يحط لنا المايك. شكرا يا احمد. غني لكم يا مهره. بصراحه يا مهره اخذت نجاح كثير منيح في فلسطين وبلبنان وسوريا الفيديو لذيذ. كيف اجى المايك هيك مره واحده؟ احمد بهنيك.
يلان يالين يا يالين يا واد نصيح وصدني رد على سمعي اليا زين عودي صاب علي أمريك في الهجر ملعون اليا ناسي وين الركب قال راح وراح بعد عمري ويا طير سايق عليك أمري قلي وين يكون أشكي لمين عن حب رياح دثرتني ويا أشكي لمين لرب وأنا ما عبد سوى عشق أيامك عشق أحلامك عشق خيالك اللي بتمشي معاه ويحرق حريش القال الرجال ما تبكي يا مهرة صهوة ما غيرك أشكيلك عن حلوة أصلا ويا عودي أجع بلوتا جوك وكيف الحال يوم السرت مع هالرحال دمعي نزل شلال سيلا على وجهي دخلك يا هالعربان ما في حيل وانا نص انسان يحرق حريش القال رجالي ما تبكي الله 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 شكرا. معقول يعني لايف زي الاغنيه بالضبط هو هذا هيك مفروض يعني مفروض احسن كمان يعني المطرب مفروض انه لما تسمعيه بالتسجيل يكون تسجيل هيك خلص منضبط وجاهز المفروض لما لايف الواحد يبدع اكثر وكذا أقولي أنا الصبح أنا الصبح شوي صوتي هيك مأحد بس لا إحنا خلاص بطل عنا أسئلة نكمل أغاني نكمل أنا جاهز طيب يعني وين بتشوف الشعور بيكون أجمل بس وأنت عم بتغني أو بتحضر للحفلة ولا بس تنتهي الحفلة وين أنت في هيك لحظة أنا لحظة اللي بسموها البيك هيك البيك يعني درو الهاي أحسن بيكون لما أكون في كونسرت وتفاعل الناس حلو في جمهور كبير وانا بكون في النص يعني بنص الحدث هون هذا هو احلى شعور بس تخلص الحفله بصير في نوع من ال يعني هلا مش بقول لك انه لا خلص هذا الشيء اللي كنت زي اللي طالع على زي الولد الصغير اخذتيه على الملاهي وروحتي لا بس يعني بصير في هيك دائما بعد الحفلات الناجحه وهيك بصير في نوع من الامل انه خلص بصير بدك بيعطيكي موتيفيشن بيعطيكي زي استمراريه بدك تصير تكملي يعني بيعطيكي هيك موتيفيشن انك تكملي وبدك تعملي اشياء اكبر وهيك دائما يعني بالمسيره اللي بتاخذ نجاح كل سنه عن سنه عم بتقدم شيء جديد سواء بالبوم او حتى بشيء منفرد ومستمر هذا النجاح يعني وعلى مستوى الوطن العربي وهذا بدليل حفلاتك يعني في محلات مختلفه نعم. في شيء هذا الشغف اللي بنحكي عنه في شيء وراء او مرات في اشخاص وراء نعم. بحياتك وين موجود شوفي بصراحة هل أنا اشتغلت على حالي إنه يكون الشخص هذا هو أنا بصراحة إنه حاولت كتير إنه أنا أدور على الشيء أنا يعني أنا بلشت لحالي ما طلعت لا برنامج ولا طلعت مثلا من برنامج هوا ولا أرب آيدل ولا هدول الشغلات فالواحد بهذا العصر لما يطلع لحاله بكون كتير تعب
مش شوي، أنا بعطيك إياها مش عشاني، عشان أي حدا تاني. لازم تعرفي إنه كتير في منافسات، كتير في يعني شركات إنتاج ممكن أقوى منك إنها تنتج لفنانين تانيين، تعمل ماركتينج، تعمل دعايات، تعمل البرامج، يمكن فرص يعني للناس. بالضبط، فإنك تظهري من بين كل هذا الكم الهائل يعني هذا إشي صعب. فأنا ياما أجت أغاني وياما كبيت أغاني وياما أجاني أعمال وكذا وجربت وهيك، بالآخر صرت أنا هلا في ناس بسألهم موسيقيين بعرفهم، أصحابي بثق فيهم، أصدقاء قريبين مني، ممكن أباخذ برأيهم، بعرف وين، بعرف شو كل واحد ستايله يعني بيقدر يفيدني ذوقه مثلا، بس أنا بالآخر الرأي النهائي والأخير أو برجع إلي إنه لازم أثق في حالي، أثق في ذوقي، وأعرف بالضبط أنا شو بدي أقدم، وأهم إشي العمل يكون صادق 100%. إن أنا أقدم شيء من القلب للقلب، عشان يعني مش إنه أعمل شيء أقعد أفكر الناس شو بدها والناس شو بتحب، طب ما هي هذيك نزلت هيك وهذاك نزل هيك خلنا نعمل زيه، أكيد ما رح يزبط هذا الحكي. بالآخر أعمل إشي أنت بتأمني فيه وبتثق فيه، فأنت بينك وبين حالك مرتاح. بالضبط، ورح تلاقي كتير ناس بيحبوا نفس الشيء اللي انت بتحبيه، مش ضروري انت تستهدفي كل العالم بالاخر يعني انت طيب بهالمسيره يعني في 3 البومات وعم تشتغل هلا على الرابع. 3 البومات، 2 تراث، واحد في كان في اغنيه خاصه، الثالث اوريجينال كان اجرا حبيبي. الالبوم الجاي يعني انا عم بحاول اني لانه انتاج شخصي انتاج فردي، فعم بحاول انه اخلصه ب 2014، ما زبط يعني ممكن 2015، بس هو طبعا مفهوم انتاج فردي بكون بده شغل اكثر، بده طب بهي المسيره تكلفة. في محطات بتكون محوريه بحياه الافراد او باي مسيره، يعني بمسيره حياتنا دائما في محطات اللي كثير مهمه بتاخذنا على محلات، بالنسبه لك وين في محطه او حتى عمل اثر هالقد عليك وحسيت انه هو نقلك لمرحله ثانيه؟ في كتير أعمال بصراحة وكانت مقصودة يعني. عملت في عمل، أول عمل حسيته أنه كان هذا عمل نقلني لمرحلة تانية، هو ما نقلني يعني أنا بالآخر ضليتني زي ما أنا ما تحولتش يعني، بس أعطى للناس، للمتابعين، للمحبين مثلا اللي بيسمعوا هاني متوازي، اعطاهم صوره، ورجاهم إشي هاني ما كان يعمله، انه ورجاهم شيء جديد فتح لهم. ايش هو اللي هي اغنيه موطني. اغنيه موطني لما قدمتها في كونسرت باب، قدمتها باسلوب جديد، باسلوب غناء جديد، بتوزيع جديد. يمكن في ناس كثير ما كانت تعرف انه انا عندي هاي القابليه او هاي الابيليتي انه اعمل هذا الإشي. بدنا مقطع صغير بغني لك اياها، هلا بيصير رح غني لك اياها عادي بشكل طبيعي، بس هي تغنت بطريقه كان في اوركسترا وكذا، هي موضوع كان اكثر من انه الاغنيه انعملت انعملت كسيمفوني يعني، عملت كاغنيه مش نشيد، انعملت تقدمت كمقطوعه يعني. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماء، تبلغ السماك. موطني موطني هاني. هذا اللون يعني اللي دائما فيه هدوء وهيك حنية
بكل أغنيك، حتى بس غنيت أغنية للأطفال طلعت أغنية هادية والناس قالوا لك يعني أغنية للأطفال برضه طلعت. هي هاي أغنية الأطفال بصراحة كانت شوي بس يعني، يعني كثير أجاني تعليقات إنه أنت عم هاي أغنية رومانسية من الآخر يعني. إنه خلصنا هاي مش للأطفال، أنت عم تغني لوحدة يعني أنت بالآخر مش عم. طب من وين من وين؟ لا خلص هي يعني أنا هيك إحساسي يعني أنا هذه طبيعتي. هلا أنا أجي أغني لأطفال باسلوب الاطفال يعني مثلا يعني كيف بدي احكي لك، تيجي موطني يعني هدوء كيف تيجي نانسي عجرم بتغني مثلا للاطفال انا مش عم يعني هذا ما بيطلع معي اسلوبي هيك، هذا هو اسلوبي. هلا اوكي الاغنيه لذيذه انه اضحك وافرح يا غالي ليله احلى الليالي، انه فيها هيك لحن حلو كذا، انه في ناس شافوها اوفر اغنيه اوفر اغنيه يعني. هلا هذه من ناحيه احلى الليالي اغنيه للاطفال مفروض. في عندك اسلوبي الهادي، هذا هو ستايلي انا، هذا يعني هذا اسلوبي انا، هذا احساسي الخاص. هذا هو يعني مفروض بدك تتقمص شيء ثاني ولا بدك تعيش؟ ما بدي انا اتقمص حدا يعني، دائما بيقولوا لي مين مثلك الاعلى. هلا مين مثلي الاعلى؟ في ناس تيجي تقول لك انا، حتى بتلاقي ناس ممكن تغني لك وديع الصافي بتجيب صوت، وواحد تقعد تغني لك، واحد بغني لك جورج والصوف بقول لك نفس صوته نفس، لا واحد بغني لك لا ابصر مين. طب انا ليش ليش يعني اتقمص شخصيه فنان؟ انا شو بالاخر بدي اوصل لوين؟ بدي اسوي زيه؟ والله لو تحلم ما بتعمل زيه يعني. بالاخر هذا هو، هذه شخصيته، هذا تميز فيه، وانت قلدته لانه هو انت بالعكس قلدته، انت كبرته اكثر يعني، انت مش قلدته يعني انت اخذت منه، هم بيفكروا ان انا راح اخذ الصيت عنه. طب بالعكس انت قلدته، انت بتكبر فيه يعني، انت بتعمل قد ايه بتورجي للعالم قديش هو متميز لدرجه انه اثر فيك انك انت تقمصته يعني. فانا بالاخر مش ضروري اكون انه صوتي مثلا صباح فخري يعني، مش ضروري اكون تكنيك العالي المتميز. بالاخير صوتك انت وشخصيتك في كل مكان يعني، انا المفروض يكون عندي يعني بكون عندي لون مميز فيه. لما اغني انا لا عبد الحليم، انا بغني هاني بغني عبد الحليم. طيب. بدي اسالك عن اغانيك التراثيه اللي بالنسبه كمان لجيل الشباب يعني شيء مهم انه نرجع نحيي اغاني تراثيه قديمه، وانت نجحت انك تقدر تكسر هذا الحاجز مع انه يمكن كان في تحدي، في احتمال انه ينجح ناس تقبلوه زي اي عمل ثاني. اكزاكتلي طبعا. انا اقول لك شغله، هلا الاغاني التراثيه اللي انا اجددتها اغلبها قدود حلبي يعني، اغلبها كانت صباح فخري، هي اوريدي تراث، بس اصلا صباح فخري هو اللي جدد التراث تبعها يعني، زي خمره الحب وسيبوني يا ناس وهذا كلها تراث بلاد الشام، وبس احنا سمعناه من صوت صباح فخري طبعا، مدرسه يعني. وبالاخر لما انا جيت اقدمه، انا جيت مش اقدمه عشان انافس صباح فخري بالاخر، انا ما بنافس صباح فخري ولا بحط يعني بمدرسته بالاخر، بس انا قدمته باسلوب جديد يبين فيه لوني الشخصي، لوني انا كيف انا بغني الاغنيه. شو رسالتك؟ شو رسالتي؟ مش موضوع رسالتي، انا عندي دخلت انا آلة الجيتار مبدئيا على الاغاني تبعتي اللي هو على التخت الشرقي يعني. مثلا كانت اغنيه سيبوني يا ناس كلها تخت شرقي وكذا، بتسمعيها قديم، بتسمعي تسجيل قديم، بتسمعي روح قديمه كامله من الات موسيقيه، لهذا كله تخت شرقي وكذا. هلا هذا الشباب الجيل الجديد بيستصغوش يعني، بتيجي لواحد شاب من الشباب المراهقين كذا اللي بيسمع اجنبي، بالذات لما دخل علينا الاغاني الاجنبيه والالكترونيك والبيس والدرامز والساوند سيستم، تيجي تحطي لي صفحه مثلا لاغاني قديمه ام كلثوم وصباح فخري وكذا، تحطيهم على هيك سيستم ما بيعبي راسك يعني بالاخر. فبدنا نحن نعمل إشي انه عشان ما تموت هاي الاغاني، هاي الاغاني صح. غنيه جدا في الكلام واللحن ومش ضل شيء بطل يسمعها، ما تروح تختفي او تضل بالمتاحف بالاخر. احنا هاي اغاني بدنا نحافظ عليها لانه اهم من كل الاغاني اللي عم تنزل. فانا بقدمها باسلوب جديد، ادخل عليها المودرن ستايل، جيتار، الات الغربيه، الايقاع، البيس، الإشي اللي بيخليك انك تسمعيها وزبط يعني. ضبط منيح. هانية أنا بتمنى لو كان وقت أكتر نحكي تفاصيل أكتر، بس بتمنى لك كل التوفيق مع نهاية هذا العام، وفي آخر اللقاء حابين نسمع إشي تراثي لإلنا ولكل مشاهدينا كمان، وإذا بتحب تحكي رسالة لمشاهدين الفلسطينية كمان. ولا شيء، أنا بحبكم كثير ويعني جمهور رائع فلسطين هيك، وفي حياة هون، في حياة كثير حلوة في يعني برام الله. أنا صلي يومين وكثير انبسطت، الناس
الناس حلوه وال طب منيح انه في حدا يحكي لا وفي يعني. حياه في حياه مختلفه صدقيني مش بمزح في هيك فيها حياه يعني مش عشان في حياه الناس بالشارع لا فيها خلص إشي سبيرشل إذا اجتمعنا في النهاية بدي أسمعكوا طيب. سيبوني أنا قبل ما ننهي رح يكون آخر شيء تسمعوه عشان هيك صباحكم يضل جميل من من هاني أنا أكيد بدي أشكر كل ضيوفنا وبدي أشكر طاقم العمل وأكيد بنلاقيكم بكرة في نفس موعدنا ورح تكون ختامها مسك مع أغنية من هاني متباسي تفضل سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح ده غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي أنوح أنوح غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي أنوح أنوح سيبوني وكم أبعت له تراجي ولا يبل رجاي كم أبعت له تراجي ولا يبل رجاي أعمل وأنا بمل في سره مقدرش أبوح أعمل وأنا بمل في سره مقدرش أبوح سيبوني الفل والياسمين والورد عملهم سوا صحبة موضة الفل والياسمين والورد عملهم سوا صحبة موضة ويا الزهور دول عملوا وعد إرارة ويا الزهور دول عملوا وعد إرارة ويا حبيبي الموضة وده غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي أنوح غزالي وفى عزالي خلاني لوحدي أنوح غزالي وفى عزالي خلاني لوحدي أنوح غزالي عزالي وخلاني لوحدي أنوح سيبوني